هذه مكتبة ابن جوزي، إحدى المكتبات الشهيرة في الأحساء والمختصات في الكتب العلمية الأكاديمية الأصيلة، وهذا الموقع الثاني لها. الموقع الأول في بداية الشارع في هذه المنطقة، جاءت أمام مسجد أو جامع آل عمر في شارع الجامعة في وسط الهضوح بالأحساء، وهي مكتبة يرتادها الوالد بشكل كبير، وسنجري لقاء داخل المكتبة بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أيامكم ولياليكم بكل خير. أنا مع الشيخ عبدو، هذا اسم مختصر، أنا سأطلب الاسم كامل بإذن الله عز وجل. الشيخ جزاه الله خير، يعني ما يرغب أن يظهر في الصورة، يعني ما يحب الإعلام عموما، ولكنما سأجري معه لقاء بسيط، أخذ معه بعض الذكريات. طبعا أنا كنت طفل صغير وأزوره في المكتبة من أكثر من 30 سنة، أو نيف، يعني ماني مكبر نفسي ولاني مكبر الشيخ ولاني مصغره، والأمور عاد أنتم تحسبونها على راحتكم. والدي كان من رواد مكتبة ابن الجوزي في الأحساء، ما زال وما زال، ما نعم زال وما زال. فتسمعون صوت الشيخ الآن، لكن إن شاء الله ناخذ له صورة ثابتة في نهاية اللقاء وبتكون موجودة. شيخ عبدو لو سمحت، بس الاسم ثلاثي على الأقل. أخوك عبدو محمد جبريل. أنعم وأكرم. من مصر، نعم الله يحفظكم. من وين؟ من مصر، من كفر الشيخ. من كفر الشيخ، الله يحفظكم. كنت تتذكر زياراتي لك وأنا صغير، إذا كنت تتذكرها. بالتأكيد مش أنت لحالك بس يا شيخ فيصل، هنا المسجد ما شاء الله كان مليء بالأطفال اللي بيحفظوا القرآن وكذا، كثير منهم ما شاء الله ما زال محتفظ يعني بالذكريات، بالذاكرة ما شاء الله بالذكريات عليك. يعني. طبعا يعني كثير منهم يجيني لغاية الآن ويقول أنا كنت أحضر في الحلقة هذه من 20 من 30 سنة ما شاء الله، وأجي لك المكتبة وكذا، جميل. ذكريات طيبة وجميلة الحقيقة. طبعا الشيخ أمامه جامع إيش يسمون هذا الجامع؟ ده جامع هو مشهور بجامع العمر، أي نعم، في الشيخ حمد عمر الله يرحمه يعني، والآن في الشيخ عبد الرحمن جميل إمام المسجد يعني. جميل. وهذا في الجامع فيه حلقة لتحفيظ القرآن الكريم وقديمة حلقة جدا، مشهورة ما شاء الله أي يعني، نعم. فيعني نشأوا خرجت أجيال ما شاء الله تبارك الله. جميل نعم جميل، ونشأوا الأجيال ما شاء الله يمرون عليك دائما ما شاء الحمد الله، لله. كثير منهم الله يبارك فيهم، ف كثير حفظت القرآن ما شاء الله يعني. الله يحفظ، نعم ما شاء الله. نعم. شيخنا يعني أصبح عمدة، ولا أخفيكم، يعني تقريبا كافة طلاب العلم في الأحساء بلا استثناء الكل يعرفه بفضل الله عز الله وجل، يبارك فيك، وإحنا معها الآن في الله يبارك فيك يا أحد شيخ فيصل. الأماكن، الكنوز المعرفية، الثروة المعرفية الكبرى. نأتي إلى موضوع الوالد، متى تتذكر أنه كان يزورك، ومتى إذا كان فيه؟ ما شاء الله يعني منذ أكثر من 30 سنة شيخ فيصل. جميل. أنت ما شاء الله زرتنا وأنت لسه طفل، ما بالك بالوالد. اي نعم. والوالد عنده كتاب مشهور طبعا في تاريخ الإحساء المعروف يعني، أذكر أنه طبع قبل يمكن قبل 20 أو 30 سنة الآن. نعم. عام 1407 هذه الطبعة الأولى، ما شاء الله هي يعني الطبعة معناها الأولى. أكثر من 30 سنة فعلا. أي أنا كنت وأنا طفل صغير أقابل معه النسخ، ما شاء الله فكان هو يقرأ ما شاء الله وأنا أتابع، وإذا تعب هو أنا أقرأ وهو يتابع، ما شاء الله تبارك الله ويعني وسبب التأثير واضح، يعني تأثير ما شاء الله. الوالد وتأثير المكتبة. جميل. هو ايه الوالد يعني دائما اذا دخل المكتبة كيف يعني تكون دخلته، وكيف يعني في تميز في دخوله وخروجه، يعني لا شك ان كل واحد له لمسة يعني. أنا أحس فعلا إن هو يعشق الكتب، إذا دخل ورأى كتاب عجبه ما بيفوته جميل. أبدا،
حتى لو مشى البيت وهو متعلق به جميل، لازم يرجع له ثاني، او على الاقل يتصل يقول خلي الكتاب الفلاني محجوز يعني. ما شاء الله يعني جميل. ما شاء الله. وطبعا الوالد اذا خلص الراتب يحجز الكتاب ها وياخذ من مصروفنا ويشتري الكتاب. اسال الله عز وجل ان يطيل في عمره. ايش اغلب الكتب اللي كان يهتم بها هنا عندكم؟ هو عامه كتب السير والتاريخ، هو مهتم بجانب التاريخ اكثر. جميل جميل. كتب السير والتاريخ، وكم ياخذ من الوقت عاده لما يدخل المكتبه؟ والله ما يعني يحتاج وقت طويل، يمكن ما بيخليه يعجل الا وقت الصلاه. ما شاء الله ما شاء الله. احنا بناخذ الشيخ الوالد عنده مسجد لا اي نعم، يعني اللي بيخليه يستعجل في الغالب وقت الصلاه بس، ولا هو ما شاء الله اللي دخل المكتبه ما يبغى يخرج. جميل. قدر الله قدرا جميلا ان جمعني باثنين من امناء الكتب. الشيخ المزمل برضو من يعني امناء المكتبات القديمين في الاحساء، والوالد الوالد دائما يعني في لقاء معاه في مكتبته، مكتبه ابن رشد القديمه النور. مكتبه النور في شارع الرياض في الاحساء في الهفوف، مكتبه قديمه، والوالد ايضا من روادها، وشيخنا الشيخ عبدو موجود. الله يجزاه خير، اسمح لنا عاد الشيخ عبدو صورنا. الله يرضى عليك، الله يبارك فيك. فهذه فرصة سعيدة وفضل من الله عز وجل ونعمة أن نلتقي بمشائخنا، ولا شك أن لهم أثر نفسي لنا في تربيتنا والله الحمد. الله يبارك فيك. سلامك. المكتبة زاخرة بالكتب، وهي مستهدفة من طلبة الجامعة، توفر فيها العديد من المراجع والمصادر الأساسية للتعلم الأكاديمي في الجامعات. عندنا جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كنت أحد طلابها قسم الشريعة، وأيضا جامعة الملك فيصل، وفي جامعات أخرى طبعا في الأحساء لها حظها من هذه المكتبة. ذكرياتي مع الشيخ عبدو قديمة، كان شابا والآن الشيخ عبدو شيخا. الله يجزاه خير، الله يبارك فيك. وكذلك شيخنا المزمل الله يحفظه، الله يبارك فيك، من السودان. اللهم آمين اللهم آمين. وكما ذكر الشيخ عموما الله حسن الخاتمة، صلى الله حسن الخاتمة. هذه هي يعني هذا جزء من حياتنا الدنيا، نسأل الله عز وجل أن يكون حجة لنا لا حجة علينا. من اللطائف أثناء تسجيل هذه المادة أن الوالد اتصل مباشرة. إيش كان يطلب شيخ؟ يطلب كتاب ولا؟ على كتاب عن أهل القبائل. ما شاء الله، يسأل عن كتاب في أهل القبائل في التاريخ. أي ما شاء الله، في تاريخ القبائل. ما زال الوالد يعني، وزي ما ذكرت أنا للشيخ أنا زيارتي غير مهيئة وغير مجدولة، يعني أنا دخلت فجأة وقررت أسجل فجأة، والشيخ جزاه الله خير استقبلنا بصدر الرحب. جزاكم الله خير وشكرا على المتابعة.